السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي في قناتي قناة أحلى الأكلات مع سحر. أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل تورتاية ممكن تكون لأول مرة بتتعمل على اليوتيوب. التورتاية بتاعتنا النهاردة على شكل لعبة الليدو، طبعا اللعبة دي كلنا عارفينها. تابعوا معايا الفيديو للآخر كده علشان نشوفوا عملنا التورتاية القمر دي إزاي. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش باللايك، ولو ليكي اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وانا هرد عليكي. واعملي لي اشتراك للقناة وكمان فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. هسيب لكم مقادير الوصفة النهاردة في صندوق الوصف، واللي ما يعرفش صندوق الوصف بيبقى سهم صغير اسفل الفيديو بتدوسي عليه بيفتح معاكي، هتلاقي فيه كل المقادير بإذن الله مكتوبة. طبعا انا هشتغل التورتاية بتاعتي النهاردة بداية من التزيين، لان طبعا بتاخد وقت شوية، فانا عايزة اوصل لكم على قد ما اقدر يعني اكبر عدد من المعلومات. التورتاية بتاعتي كانت عملتها خبزت الكيك مقاس 20 في 20 وقسمته لاربع طبقات، وحشيت بين كل طبقة والتانية طبقة من الكريم شانتيه وصوص الفراولة وقطع من الفراولة الفريش، وجلست التورتاية ودخلتها التلاجة علشان تستريح بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا. خرجت التورتاية من التلاجة، وده بديل المروار، وهو بيبقى عبارة عن معلقة من الكريم شانتيه بتاخديها بتسيحيها على حمام مائي لحد ما بتوصل للقوام اللي احنا شايفينه، وحطيتها كده في كيس من اكياس السبوع. الكياس دي دايما بستخدمها معاكم وبقول لكم ان هي سهلة وسريعة وجميلة جدا في توزيع الصوصات وفي عمل الدريب وفي حاجات كتير، بيبقى اول رسم بالشوكولاتة بيبقى ليها استخدامات كتير جدا. بدأت ان انا طبعا لعبة الليدو ليها اربع الوان، فكل كده ركن من اركان التورتة هبدأ ان انا اعمل دريب بنفس اللون المربع اللي انا هبدأ ان انا اشتغل عليه. طبعا دي كريمة لونها ابيض وضيف عليها الوان جيل، اللي ضيف عليها لون اصفر واخضر وازرق وكمان اللون الاحمر. شايفين طبعا بتعملي الدريب بطريقة سهلة جدا. انا ما حبيتش ان انا اعمل الدريب على كل التورتاية، حبيت ان انا اعملها على الجوانب كل جنب بلون المربع اللي هيبقى تبعه. خلصت عملت الدريب وخلصت ودخلت التورتاية بتاعتي التلاجة، ولازم بين كل مرحلة والتانية لازم التورتة تدخل التلاجة علشان تستريح. دلوقتي هنبدأ نعمل المجسمات او الاشكال اللي احنا هنعملها بعجينة السكر. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب، ولو ليكي اي سؤال سيبهولي وانا هرد عليكي. دلوقتي هبدأ ان انا اعمل حجر النرد او هعمل الزهر اللي احنا كلنا عارفينه في لعبة الليدو. جبت كده قطعة صغيرة من عجينة السكر لونها ابيض، وبدأت ان انا اعملها على هيئة كرة، وبدأت ان انا اعملها بعد كده على شكل بيضاوي، وهبدأ احاول على قد ما اقدر ان انا اعملها على شكل اللي هو حجر النرد او الزهر، ان انا اعملها على شكل مربع. بسندها كده اهوت على الكاونتر، وبعدين ببدأ ان انا اظبط كل الحواف علشان اخد الشكل اللي هو المكعب بتاع الحجر الرند الحجر النرد او اللي هو الزهر. شايفين بلفها بالاول بعملها مدورة، وبعدين بلفها على هيئة اسطوانة، وبعدين ببدأ ان انا على الرخامة بتاعتي كده ببدأ اعمل اللي هو الحواف بتاعت المكعب بالشكل اللي احنا شايفينه. هو المفروض طبعا اللعبة بيبقى ليها اتنين، فانا هنا عملت واحد ودلوقتي كمان هعمل التاني. بعد ما عملت الشكل اللي احنا شايفينه عندي عجين السكر واخد اللون الاسود، بقطع طبعا ايه منها قطع صغيرة جدا حاجة لا تذكر يعني قد النقطة كده هو بسيطة جدا، وببدأ ان انا ادورها اللي هي ان انا هعمل بيها الارقام بالشكل ده. ببدأ ان انا احطها، وطبعا بتكتب الارقام اللي هي مكتوبة على الحجر بتاع النرد او اللي هو الزهر، بيبقى مكتوب من 1 لحد 6 فيه، فبتكتبي طبعا الارقام دي بعدد النقط. شايفين عملت كده هو رقم 3، جميل جدا وشكله يعني على قد ما نقدر بنحاول ان هو يخليه شبه ما يكون واقعي. بعمل برضو نفس الطريقة، بكتب بيها بقية الحروف بقية الارقام من 1 لـ6، بتحط نقط صغيرة بالشكل ده على الأرقام، عدد يعني عدد النقط على عدد اللي هو الأرقام اللي انت عايزاها. تقريبا انا هنا كنت بعمل رقم 5،
فبعمل كده هو بالشكل ده، وببدأ ان انا الف على الناحية التانية لحد ما بخلص اللي بيبقى لي 6 اوجه. طبعا هو حاجة النرد، فانا هعمل 5، والجزء الاخير اللي انا هبقى حطاه على سطح التورتاية، فطبعا دوت هسيبه باللون الابيض. بكمل كل الاشكال اللي انا اللي قدامي بالشكل ده، بخلص كل حجر النرد بالطريقة اللي احنا شايفينها. انا مسرعة لكم شوية في الفيديو لان الفيديو طويل فعلا، يعني واخد مني اكتر من ساعة وربع. شايفين قد ايه جميل، شكله جميل جدا، زي بالظبط الحجر اللي احنا بنشوفه او الزهر اللي احنا دايما بيجي عندنا في اللعبة. هعمل التاني برضو بنفس الطريقة، وبعد كده هنبدأ ان احنا نكمل الاشكال اللي هي بتاعتنا، اللي هي عايزين طبعا اللي بيبقى فيه اللي معرفش اسمها ايه بقى، اللي بيبقوا مدورين دول وبنلعب بيهم، بس معرفش اسمهم ايه بصراحة. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسنيش باللايك والكومنت الجميل التحفيزي، الكومنت بيفرق جدا في الفيديو، بيرفع الفيديو وبيوصله لأكبر عدد من الناس. فبخلص كده هو الظهر بنفس الطريقة، بعمل ال5 أوجه وبسيب الوجه الأخير اللي بيبقى على سطح التورتاية. شايفين قد إيه جميل جدا، وطبعا أهم حاجة العجينة السكر اللي بناخدها لونها أسود، يبقى حجمها صغير جدا بالظبط قد النقطة أو أصغر كمان من رأس الدبوس. خلصت كده عمايل اللي هو حجر النرد دوت او اللي هو الزهر بقى، شايفين شكله جميل جدا. وطبعا لازم تخلي بالك لان عجينة السكر لما يبقى فيها الوان بتطبع قوي على الايد، فلازم لما تشتغلي بين كل مرحلة والتانية، وبالذات لو انت بتشتغلي في الوان فاتحة، لازم تغسلي ايدك كويس علشان تتخلصي من اي اثر لاي لون. جبت العجينة اللي لونها اصفر وبقطعها مدورة بالشكل ده، عملت 4 اللي هما اللي بيبقوا مدورين اللي احنا اصلا بنلعب بيهم. وجبت كمان عجينة تانية لونها احمر وفردتها برضو وقطعت منها 4، وكمان ده اللون الازرق اللي احنا عندنا برضو في اللعبة، وكمان اخر لون اللون الاخضر. طبعا كلنا عارفين ان لعبة الليدو فيها 4 الوان، الاحمر والاخضر والازرق والاصفر. ودلوقتي برضو اخترت ان انا اكتب اسم صاحب التورتاية، وكان اسمه فارس، بقول له كل سنة وانت طيب. حبيت ان انا برضو اعمل الاسم بالوان متعددة، يعني يدي نوع من البهجة وبيدي كده تألق للتورتاية. فبدأت ان انا عملت كده حرف الاف، والقطاعات دي انا كنت استخدمتها قبل كده معاكم في التورتة اللي قبل كده، وقلت لكم دي قطاعات ستانلس كنت جبتها من جروب اونلاين على النت، جميلة جدا في كتابة الحروف بعجينة السكر. فبدأت ان انا اكتب كل حرف كده بلون من نفس العجينة اللي انا كنت عملت بيها القطعة المدورة. جبت اللي هو القالب بالمولد السيليكون اللي عندي، وهعمل قلبين كده هم صغيرين هحطهم على التورتاية، لان التورتاية دي كانت مبعوثة هدية من اخت لاخوها، فقالت لي اعملي لي قلبين، قلبي وقلب اخويا. قلت لها ماشي حبيبتي اعمل لك اللي انت عايزاه. فطبعا انا بعد ما كتبت كده الحروف اخترت ان انا اكتب كل حرف باسم، وخلصت كده كتبت حروف. دلوقتي هبدأ اشتغل في التورتاية. عندي قطاعة مربعة، مش لازم يبقى عندك نفس الشكل، لو مش موجود عندك اي قطاعة مربعة بتمشي، ممكن كمان ترسمي. بدأت ان انا اعمل 5 مربعات على سطح التورتة بالشكل ده، شايفين عملت مربع، ومن الاول زاوية فيه عملت المربع اللي في الوسط، وبعدين من كل زاوية من الزوايا عملت المربعات الباقيين. فكده عملت 5 مربعات، وباستخدام خلة بدأت ارسم اللي هي الطريق اللي بيمشي فيها الحاجات اللي هي اللي مش فاكرة خالص اسمهم على فكرة، المدورين دول اللي هو عامة بتوعة اللعبة. يعني بدأت اعمل كده هو بالشكل ده برسم، شايفين الرسمة هي واضحة، ولو ما كانتش واضحة دلوقتي لما هنيجي نشتغلها بالكريمة بإذن الله هتظهر معاكم وهتبقى طبعا اوضح. عملت كده كل المربعات، عملت 5 مربعات، القطع المربعة طبعا سهلت لي جدا، والمربع في النص بدأت ان انا اقسمه بالشكل ده بالورب على 4 مثلثات. بعد كده دلوقتي بدأت ان انا استخدم الكريمة، برضو هبدأ اشتغل باسلوب التنقيط. على فكرة يا جماعة اسلوب التنقيط من اسهل الاساليب، اللي هو بيديك النتيجة لو انت اول مرة تشتغلي تورت هيبقى معاك الموضوع برضو سهل جدا، بس عيبه الوحيد ان هو بياخد وقت طويل جدا. يعني انا الفيديو هنا ضغطاه بطريقة فظيعة لاني كان طويل جدا، واخد مني اكتر من 1 ساعة وربع تقريبا. فطبعا انا حبيت ان انا اضغطه على قد ما اقدر علشان الفيديو ما يطولش عليكم، واقدر اوصل لكم الفكرة او المعلومة.
بدأت كده باستخدام اللي هو الكيس بدون استخدام اي قمعة او اي بلبلة، وبدأت ان انا اعبي اللي هو اول مربع اللي هو كان باللون الازرق بالشكل ده، وطبعا هسيب جزء منه في النص باللونه ابيض لان ده طبعا اللي هنحط فيه القطع المدورة. وراعي وانت بتشتغلي في اسلوب التنقيط ان تبقى ايدك يعني كل الضغطات اللي بتضغطيها على الكيس بتبقى متساوية، علشان تبقى كل النقط اللي انت بتعمليها كلها في مقاس بعض، ما يبقاش في منها جزء كبير وجزء صغير. خلصت الجزء الازرق ودلوقتي هبدأ اشتغل بنفس الطريقة برضو باستخدام اللون الاصفر. وطبعا التورتاية يعني كل ما بنيجي نشتغل فيها حاجة طبعا كل ما شكلها بيبان وبيظهر اكتر. طبعا اشتغلت كده هو اللون الاصفر، انا بعمل 3 خطوط مربعين بالشكل ده، وببدأ بعد كده هو اكمل الجزء اللي على هيئة السهم ده، وبكمل برضو باخد اللي هو جزء من المثلث اللي انا كنت عملته في المربع اللي انا كنت قسمته ل4 مثلثات. برضو حبيت ان نفس لون الكريمة الجزء اللي هو ازرق فوق بيبقى ازرق تحت والاصفر فوق بيبقى اصفر تحت. خلصت اللون الاصفر ودلوقتي بدأت ان انا ابدأ اعمل المربع اللون اخضر بنفس برضو الطريقة. كل الالوان اللي انا مستخدماها في التورتاية النهاردة دي الوان جل مصرح بها غذائيا، بتشتريها من عند اي حد من بتاع مستلزمات الحلواني. تقريبا اللون بيبقى ب15 جنيه، وبيختلف طبعا السعر على حسب المنطقة اللي انت ساكنة فيها وحسب برضو الشخص اللي انت بتشتري منه، بس بيبقى السعر في المعدل ده مش هيبقى تقريبا اكتر من كده. مصرح بيها طبعا غذائيا وهي مخصوصة لعمال التورت وعمال الحلويات. فبدأت خلصت اللون الاخضر ودلوقتي بشتغل اخر لون وهو اللون الاحمر. والالوان دي يا جماعه في ناس كتير بتسال على ان درجات الالوان دي مش بتبقى معاها يعني بسهوله، مش بتوصل لها بسهوله. انا بقول لك ان انت اشتغلي في الالوان، خلطي كده اللون مع الكريمه وسيبيه لمده ساعه او ساعتين يتخمر في الثلاجه، طبعا اللون هيتقل معاكي وهيوضح وهيبقى اذهب كتير. بعد ما خلصت كده جبت قمع عادي جدا اللي هو بتاع الروزيتا وحطيت كده هو كريمه لونها ابيض بدون اضافة اي الوان، بدأت اعمل كده اللي هو الروزيتات داير ما يدور التورتاية بتاعتي، علشان ان انا ايه اعمل لها كده اطار يديها شكل ويديها قيمة احلى واعلى كمان بكتير. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش كده باللايك والسبسكرايب واي كومنت كده، انا تحت امرك، كومنت جميل من ايديك الجميلة، شجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات، والله الواحد بيتعب كتير جدا على الفيديو. دلوقتي بقى اخر مرحلة عندي، جبت الاجزاء اللي لونها اللي انا كنت عملتها المدورة وبدأت ان انا اثبتها على التورتاية وكمان اللي هو اشكال الظهر. ودلوقتي اخر مرحلة بقى بثبت الاسم اللي انا كنت كتبته. ويا جماعة دايما بنقول ان عجينة السكر اي شغل هتشتغلي بيه يفضل انت تعمليه قبلها بيوم او يومين، لو انت يعني مستعجلة او الاوردر مستعجل يفضل ان قبلها مثلا مش اقل من 2 3 ساعات، علشان الاشكال تبدأ تنشف معاكي وتمسك وما تسهش على التورتاية بتاعتك. وبكده اكون انا خلصت التورتاية بتاعتي، وده كان الشكل النهائي للتورتاية القمر بتاعتنا النهاردة. دي وصفتي وده الفيديو بتاعي النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.